في مباراة النصر سعد سعد. النصر والأهلي ولا ضربة جزاء مقتنع فيها؟ أنا ولا أنا فيها وأنا بعد طبعا في أو أخطأت في ذيك المباراة؟ أنا لا أخطأت في إلغاء الهدف تقديري إيه؟ تقديري في الهدف إنه فاول بعد ما اشتغلت في التلفزيون. ليش ما اعتذرت للنصراويين؟ لا ما أنا ما شوف أنت سعد بدر لازم تفرق بين بس رد على سؤالي أنا ليش ما اعتذرت للنصراويين؟ أنت لازم تفرق بين لما تدخل تجيني تطلبني كتلفزيون سامع في لا لا أنا لو تداخل مع التلفزيون السعودي أو أي قناة وطلبوا مني شيء هذا إيه؟ وبعد ما شفته في البيت أنا عندي الجراءة إني أقول إني شفته ما حد طلب مني أجي أروح أنا السماعة على الناس. أنت المفروض تكون أكثر من كذا سعد. لا معلي معلي معلي. أنت تستحضر أنك والله اعتذر. أنت اتصلتوا فيه مثلا فاطمة. سعد بدر. لحظة أنت اتصلتوا فيه؟ لا مش حجة أن اتصلنا ولا ما اتصلنا. لا لا لا. هو اعتذر اتصل عليه التلفزيون وقال اعتذرت للهلال. يا سعد بدر. أوكي. جت مباراة النصر والأهلي. أنت المفروض عشان تبعد الشك عن نفسك ما تنتظر تلفزيون يتصل فيك. طيب سعد بدر أنا بقول لك يعني بس النصر يا أخي كل يعني اغلب كل المباريات لازم بيصير فيها اخطاء وفي كل مباراه بعد كل مباراه بلنتي اتصل ولا ترى انا ما كل جيب لي حكم طول 10 مباريات كم يخطي يعني على كذا بنقول للخليل جلال كل خليل جلال اذا اخطيت مثلا في فاول طيب وجمل تقول ما اعتذرت للنصر عشان ما اتصل فيني التلفزيون لا انا اقول لك ما جالها يعني ما جالها قصي انت هي جت فعل وردت فعل يعني جاء فيها يعني في عليها كلام وفيها فيها لازم انا في الوقت هذا دخلوا انا استجبت للتلفزيون طبعا انا بناء على طبعا تربطني علاقه بالاستاذ محمد العرفج هو اللي كان طبعا هو الجار وطلب مني قال لي يا سعد في كذا قلت انا ما بالعكس قال شفت انا قلت انا والله انا شفت البلنتي لكن في الملعب اقسم بالله شوف انا اقولها لو حصلت لي 20 مره بلنتي النصر لا حسبه داخل الملعب اللي طيب شفته في الملعب انا اتصلت عليك في الدليل القاطع مرتين والمره الثانيه بعد مباراه النصر والاهلي ليش ما استغليتها وجيت اقل شيء تعتذر لا هذا برنامج كامل انا ممنوعين والله ما عندنا صلاحيه كيف صرحت طيب دامك ممنوع كيف تصرح لا انا في التليفون مو تصريح على فكره عبد الرحمن العمري طلع وصرح في مباراه او عزه عمر مهنا انا كنت انا في وعوق لا هو اللي قال لا اتصل فيه وقال اطلع وضح في اشياء تطلع توضح فيها لكن ممكن مره يعني بس بخطف هذا البلنتي ولا ماني بحاسب له البلنتي اخطاء يعني كل حكم معرض انا استاذنكم دقيقه